مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي رائع رائع جدا جدا للخوات اللي يبحثون عن ازالة الترهلات بالبشرة، على ازالة التجاعيد حول الدم، تجاعيد على الجبين تبعت العين بين الحاجبين، فوق الحاجبين، ممكن حبايبي كمان التجاعيد الفوق بين الحاجبين، كمان ممكن حبايبي التجاعيد حول العين كمان. رح نسوي طريقة رائعة رائعة جدا جدا لإزالة ترهلات البشرة. راح نستعمل اليوم حبايبي الحلبة. الحلبة رائعة جدا 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 لو استمرينا عليها، طبعا موجودة حتى هنا عندنا عند الصينيين اللي بيعون مواد هيك صينية، وممكن تنباع كمان عند العرب كمان وعند الأتراك. حبايبي الحلبة رائعة جدا جدا جدا، بتزيل حبايبي كمان الرؤوس السوداء من البشرة، بتزيل مشاكل حب الشباب اللي بتتركها، مشاكل حب الشباب مثل الحفر بتعالجها، بتمددات البشرة كمان بتعالج التمددات اللي تصير، المسامات الواسعة رائعة جدا حبايبي. بنفس الوقت رائعة جدا لنفخ الخدود او تكبير الصدر. ليه انا بقول بتزيل التجاعيد؟ لو استعملنا الحلبة، لانها هي شنو عادة تنفخ المكان، يعني تعطيه زي شلون تقول قوة وتنفخ المكان. اذا كانت في اكو تجاعيد تجي مثل الحفر بالبشرة، فهذه المكان لو ركزتي عليهن واستمريتي باستمرار رائع جدا جدا. تختارين يا ريت الوصفات اللي احنا نستعملها دائما معاها، يا ريت حبايبي اللي عندها كثير تجاعيد تستعمل دائما البياض البيض. بياض البيض رائع جدا 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 كمان للبشرة. يا ريت حبايبي كمان اي اخت حابه تزورني على قناتي، قناه مملكه الفنون اليدويه، قاعدين نعرض فيها فيديوهات رائعه جدا جدا. اليوم بالليل او بكره الصبح راح نعرض فيديو طلبته اختي، اخت طبعا اختي اكيد كلكم مثل خواتي، طلبته مني لازاله الترهلات الذراعين او الساقين او المؤخره تبعت الجسم او البطن، وتستعمل للجسم بالكامل، وراح انطي سلسله علاجات تستمرين عليها وراح تاخذين افضل النتائج ان شاء الله. تابعي هذا الفيديو على قناتي قناه مملكه الفنون اليدوية. اما اليوم حبايبي فاحنا اليوم راح نستعمل زي ما قلت، راح نستعمل الحلبة، والحلبة فيها عدة طرق بالاستعمال. طبعا راح احاول اورجيكم كيف راح نعمل الحلبة وكيف نستفاد من عدها. حبايبي راح ناخذ الحلبة، ناخذ من عدها ملعقة اكل من الحلبة. طبعا انا قبل ما ابدي الفيديو، اظن انا هاي اللي قدامكم شايفيها اللي عليها كاسة، هذه صوبة طيب، بس طريقة هنا في المانيا اكيد موجودة عند السوريين، اظن كمان بالدول السورية كانت زمان انا بشوفها. المهم انا حاطة عليها هيك دلة صغيرة وخالة بطنها ملعقة اكل من الحلبة، وبعدين راح اورجيكم. هسه هاي الحلبة البقية راح نحتفظ فيها. الحلبة حبايبي كمان رائعة رائعة جدا، مو بس اللي قلنا نفخ الخدود وتكبير الصدر وإزالة التجاعيد وللشعر كمان رائعة رائعة جدا. وطلعت لكم سبق وصفة رائعة جدا لشد التجاعيد للبشرة من عندها، وطلعت كمان للشعر. الماء الحلبة لو اخذتيه وحطيتيه على بصيلات الشعر وفركتي فيه بصيلات الشعر، رائع جدا حبايبي، بيخفف تساقط الشعر، بيقوي البصيلات وبيعزز النمو ويطول الشعر كثير. ممكن راح نعطيكم ماسكات كمان نستعملها من الحلبة، ماسكات راح نستعملها من الحلبة رائعة جدا. ممكن حبايبي ناخذ ماء الحلبة، بس مي الحلبة ونخلط، يعني بعد ما نغليه طيب شو بنسوي؟ نصفيه وناخذ المي الحلبة
ونضيف عليه جل الالوفيرا زين او زيت اللوز الحلو او المر طيب، ونستعمله للبشرة بالكامل كتونر رائع جدا، بيخفف جميع علامات الشيخوخة بالبشرة، بيزيل جميع الخطوط لو استمرينا عليها حبايبي. شلون نقول خطوات مستمرة يعني ما بنتركها. ممكن بعد ما صفينا الحبوب تبعت البذور تبعت الحلبة اللي راح تبقى، ممكن حبايبي ناخذها ونطحنها بعد ما تنسلق، ناخذها ونطحنها. وشو بنعمل؟ نعمل فيها حبايبي نطحنها مع اللبن، ونبلش قلنا لتكبير الصدر، حنبلش بتكبير الصدر. ناخذ حبوب الحلبة بعد ما نسلقها، نجي نطحنها بالمطحنة ونخلطها مع اللبن ونحطها على كل الصدر. رائعة جدا كماسك حوالين الصدر. أول إشي حبايبي بتكبر الصراحة الصدر، هي بتعمل تكبير بالصدر. ممكن نستعمل الزيت تبعتها، وطريقة الزيت تبعتها سبق وأنا قلت لكم طريقة الزيت تبعتها سهلة وبسيطة وما فيها أي تعقيدات. ممكن حبايبي ناخذ قليل من الحلبة، يعني خلينا نقول بضع هيك ملقى. انا العلبة تبعتي شايفيها كلش صغيرة، هيكم زي ما انتم شايفين. هسا اقول لكم انا شو حاطة فيها قبل الفيديو. نقول ملعقة وسط من الحلبة. لازم ضروري جدا تكون الحلبة شوية مكسرة يعني مطحونة مكسرة. طيب انا اللي عندي كمان كثير ناعمة، فراح هيك هي طريقتها ما فيها اي مشاكل. راح ناخذ ملعقة نقول وسط من الحلبة او ملعقة اكل من الحلبة، نضيف معها ملعقة الاكل من الحلبة المطحونة، نضيف معها او المكسرة، بنضيف معها فنجان كاسة شاي من زيت الزيتون. رح نضيف معاها حبايبي زي ما قلنا زيت الزيتون. زيت الزيتون نضيفه معاها، ممكن نسويها بحمام مريم، وهو عبارة عن شو، نقول هاي الكاسة فيها مي طيب، ونجيب هاي العلبة بعد ما نسكرها ونحطها بالمي، ونحطها على النار لحد ما هيك يبلش شوية يغلي 15 دقيقة، وممكن نطفي ونكرر هاي العملية مرتين وثلاثة ونستعمل. أنا من محبين الطريقة إنه يصير الزيت من حاله، يعني أتركه اسبوعين او ثلاثة بمكان مظلم، وراح القي وبهاي الوقت ابلش اني بخلطه وقت بوقته، وراح يصير عندي زيت الحلبة. انتو شايفين هون عندي شغلة، طبعا انا بحب الحلبة لازالة التجاعيد بطريقة تانية، وهاي الطريقة رائعة جدا. اذا كانت عندك تجاعيد حول العين، تجاعيد حول التم، تجاعيد بين الحاجبين بالجبين، استعملي هذا الزيت رائع جدا. طبعا هذا ورق الغار زي ما انتو شايفين، وانا راح اخذ وحدة صغيرة من الورق الغار زي ما انتو شايفين، وراح احاول اكسرها. طبعا حبايبي هلا هلا بالقناة شايفتها هالفترة ما فيها كتير مشاهدين، ما اعرف معظم البنات ما بيدخلون، ما اعرف ان شاء الله يكون المانع خير. راح نحاول نضيفه مع الزيت. طبعا طريقته كتير حلوة وطريقته سهلة وبسيطة، وراح يكون عندك زيت تبعت ورق الغار مع الحلبة، يستعمل حتى حبايبي للشعر، ويستعمل للبشرة، ويستعمل كمان للجسم. رائع جدا 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 للجسم. أما اليوم طريقتنا اللي راح نسويها هاي، لو استعملتيها يوميا على البشرة زين مرة أو مرتين، راح تصير بشرتك رائعة جدا زي ما أنتم شايفين. هاي نضفتها كلها بالكامل طيب، وراح اسكرها زين، وارجها كتير كويس، واضبها بمكان مظلم لمدة اسبوعين او ثلاثة. كل ما طولت كل ما صارت افضل. هذا الزيت ممكن تعتنين فيه السي بي، وشو نقول مدة سنة ما عندك اي مشكلة ابدا، ما في اي مشكلة. رائع جدا، تاخذين قليل جدا من عنده وتضيفيه على اي مكان عندك فيه تجاعيد وتدلكين في بشرتك. هسه راح نبلش بالوصفة الثانية اللي راح نعملها، رائعة جدا واتمنى الكل يعملوها.
وهيني رجعت لكم حبايبي بعد ما غلى طبعا، ونزل الشنطول الحلبة كل فوائدها. رح ناخذ طريقة كتير حلوة وسهلة وبسيطة. رح ناخذ من هذا القطن هيك كمية. طبعا الزيت يستعمل بأي وقت، بس الأفضل يستعمل قبل النوم. هذا هيك، ورح نحطه، ممكن تسووه تحطوه بالفريز كمان، بتجمدوه وطلعوهن حبة حبة. أنا حابة ذني أستعملهن، رح يكون لمدة أسبوعين بس بالثلاجة يظل. حبايبي راح أضيف الماء الحلبة زي ما أنتم شايفين، هذا هو ماء الحلبة. طلعوا هذا هو اللون تبعته، لون ماء الحلبة يكون هيك على صفار. هذا البقايا تبعته ممكن أطحنه أسويه زي ما قلت لكم مع اللبن، بسويه مع البيض، صفار البيض أو بياض البيض. هيك حبايبي، هاي شوفوا. هسه حبايبي راح أضيف له يعني ملعقتين أكل من الماء الورد. طيب زي ما أنتم شايفين، وراح أضيف كمان الزيت، زيت اللوز أو فيتامين إي، كبسولتين من فيتامين إي. الأفضل ينحط مع الماء تبعت الحلبة وبعدين، طيب عشان يتجانس كل ما. هذه هي الطريقة حبايبي. كل يوم الصبح أو قبل ما تنامين، ما بتتعرضين أكيد للشمس، راح تطولي لك حبة واحدة هيك بس تكون باردة. راح نطول هاي الحبة ونبلش ندلك فيها البشرة تبعتنا بالكامل، ونحطها على أي مكان فيه تجاعيد، يعني نسيبها على أي مكان فيها تجاعيد. رائعة جدا، ممكن نخليها على الرقبة، نحطها على الإيد، على الصدر، رائع جدا. وبين الحاجبين كتير حلوة، لو هي نفسها القطنة بعدين نسيبيها بين الحاجبين. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، أتمنى أنه ينال رضا الجميع. أتمنى من عندكم أنكم تعملون لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي اتفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامة.